كابتن اسامه الف مبروك، فوز مهم جدا 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 قبل لقاء الزمالك. مفيش شك طبعا، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لسامي قمصان وشرف والجهاز يعني واللاعبين طبعا. مباراه مهمه مهما كان ترتيب اي فرقه باللعيبه في الجدول، فهي مباراه مهمه جدا. كنا محتاجين الثلاث نقاط خاصه قبل مباراه الزمالك المهمه. لما بتروح معنويا وانت كسبان غير لما تروح وثقتك مهزوزة او متعادل او خسران. احداث كتيرة مرت بالفرقة قبل اللقاء دوت، لكن روح النادي الاهلي اجتمعت في اللقاء. واضح جدا الاصرار من اللاعبين، وطبعا كابتن خطيب زي ما علاء قال زار الفرقة في تدريبهم الاخير، والاصرار ان مفيش اي غضاضه. والموقف ده حصل لنا اكتر من مره مع اكتر من مدير فني اجنبي قبل كده، يعني يمكن كلنا مرنا او معظمنا اللي اشتغل في الاجهزه الفنيه مر بالظروف ديت. حصلت مع حسام البدري قبل كده مع مانويل جوزيه، حصلت مع يوسف مع جوزيه وحسام البدري، حصلت معايا مع مارتن يول، حصلت مع كابتن احمد ماهر الله يرحمه مع مدربين اجانب، مع كابتن فتحي مبروك، مع علاء. يعني كلنا متعودين لما مدير فني لاي ظروف بيرحل المدرب العام بيكمل، سواء هيكمل على طول او مرحله لغايه لما بيجيبوا حد. ما عندناش مشكله يعني قضيه ان النادي الاهلي هيقف والعمليه تبقى فيها قلق والناس تبقى متوتره. عشان كده احنا كلنا قبل اللقاء كنا بنقول مع احترامنا الكامل لمستر موسيماني، الراجل ادى اللي عليه، ولكن رحيله من عدمه ما كانش هيفرق معانا كتير في ان المسيره تكمل يعني. فكانت رساله مهمه قوي المكسب النهارده. يعني انا بتكلم برضو في نقطه الروح والدوافع اللي حاصله النهارده، يعني مهمة للسببين دول. بص يا كابتن، انت لسه كنت بتتكلم على زيارة الكابتن الخطيب واثرها كمان على الروح المعنوية للاعب طبعا. في مباراة اليوم، ما هو انا بقول لك طبعا، ما هو ده اللي بيحصل واللي حصل واللي احنا شفناه 100 مرة او عشرات المرات قبل كده، لما كنا لعيبة او لما كنا مساعدين مدربين او لما كنا مدربين. يعني مرينا كلنا بالمراحل ديت. بتفرق الحاجات دي مع اللعيبه يا كابتن؟ طبعا طبعا. لما يجي يلاقي نجم كبير زي كابتن خطيب ورئيس النادي بيروح، بتدي معنويات، بيحسسهم بمدى اهميه الفرقه، بمدى اهميه الموقف اللي هم فيه، لازم يتحملوه، لازم يكونوا على قد المسؤوليه. تدي ثقه للعيبه؟ تدي طبعا. انا بقول لك تدي روح، بتدي اصرار ان يعملوا حاجه. ولذلك انا بقول لك النهارده ممكن ما يبقاش في فنيات عاليه قوي، هم الاجوان الاربعه حلوين طبعا، بس انا بتكلم في مجمل اللقاء. ولكن اللي طاغي ان في كميات جري اكتر، في اصرار اكتر، في تصميم اكتر، يعني غير مباريات قبل كده السابقه في الفتره الاخيره تحديدا. تحس ان الروح نايمه، كانت غايبه شويه. يعني في نوم كده يعني، عارف. لكن النهارده تحس في نشاط، رغم ان في بعض اللعيبه مش في الحاله الكويسه بتاعتها، يعني مش الحاله الفنيه الجيده بتاعتها. الروح بتغطي، لكن الروح مساعده. اللي هو التصميم ان عايز اكسب الثلاث نقط واعمل حاجه جديده. فكل دي دوافع اثرت في اللقاء. فمبروك تاني للكابتن سامي وشرف والمجموعه اللي معاه وللجماهير النادي الاهلي والاداره وكل الناس، انه فوز مهم قبل لقاء الزمالك. صحيح. ان شاء الله باذن الله.